طيب معانا تليفون آخر، طبعا لازم ناخد يعني الجانب برضو من جمعية حماية المستهلك. دكتور ياسر مرغني حيكون معنا عبر الهاتف، حنتكلم عن حاجة مهمة جدا بعيدا عن زيادة رسوم الخدمات الصحية بنسبة 700%، دي كمان هنا برضو بالأرقام، اللي هي فرض الرسوم على قطاع صناعة واستيراد، يعني صناعة واستيراد الأدوية في السودان، وزيادة رسوم إنتاج تسجيل الأدوية بنحو 300%، برضو نسبة عالية جدا، يعني بتفرض برضو كثير من التساؤلات، أكيد حتجد الرفض برضو من المواطن. الموضوع ده بزيادة 300% دي بتأدي لزيادة كبيرة في سعر الأدوية، المرضى اللي بيحتاجوا أدوية برضو بنقول باستمرار مدعوي، وفي ناس بتاخد أدوية مدى الحياة، يعني في إرشاء في الروشتات إنه الدواء الفلاني للمريض الفلاني الدواء بيكون مستمر معه مدى الحياة، هو لازم يتناوله. فكيف بيواجه زيادات زي دي، كيف بيواجه زيادات في الخدمات الصحية وزيادات في أسعار الأدوية بتصل لهناك 700% وهنا 300%؟ الموضوع أكيد بيكون صعب جدا عليهم وبكون فوق مقدرة المواطن، يعني بعدك الأهل المرضى أنفسهم، يعني الموضوع صراحة صعب جدا. أي حاجة بتتعلق بصحة الإنسان وسلامته الصحية الموضوع بيكون فيه خطورة. حنعرف برضو من جمعية حماية المستهلك حول موضوع الأدوية، دكتور ياسر مرغني هو صيدلاني معروف، ونعرف كمان يعني بعيدا عن موضوع الأسعار وزيادات الخدمات شنو اللي هم ما طرحوها وما ورونا ليها، حتكون شنو يعني الزيادات دي مقابل شنو، في أي خدمات حتقدم. ونحن بنعرف تماما إنه الخدمات الصحية في المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية خدمات متردية، ما بتلبي يعني متطلبات ومراحل العلاج أو متطلبات المرضى يعني. طيب هو حيكون معانا دكتور ياسر. ألو، السلام عليكم دكتور ياسر. مرحب بك، مرحب ريان، ومرحب بكل المشاهدين والمستمعين. مرحب بك حماية المستهلك. طبعا الموضوع المرة صعب جدا، يعني قبل شوية الصحفي محمد إبراهيم يتفضل بأنه يا أخي الجبايات دي تكون في حاجات تانية، في مليون ألف حاجة ممكن يجنوا منها، لكن صحة الإنسان خط أحمر ما مفترض نهائي يحاولوا المساس بصحة الإنسان. فلما تفرض يعني أو تزيد رسوم الخدمات الصحية بنسبة تجاوزت 700%، ونجي هنا فرض رسوم على قطاع صناعة واستيراد الأدوية في السودان وزيادة رسوم إنتاج تسجيل الأدوية بنحو 300%، الموضوع بيكون صعب جدا وفوق قدرة المواطن. شكرا ريال لهذا الموضوع الحيوي. نعم مثل ما قال أخي محمد إبراهيم، يعني ما بيهم فقرك ما توليه أمرك. للأسف الشديد سياسة مغمتي تصحى من النوم تلقى أزعار من دون أي تبرير من دون أي حاجة، لكن إحنا بنقول إنه فعلا الصحة خط أحمر، والصحة ما بنختار، إن إحنا ما بنختار المرض ولا بنختار المزالة دي. أهم من كده إنه أي شيء في غياب الصحة لا يساوي شيء، يعني ذول ما عنده صحة ده. حاجة تانية نقول إنه المعاملة الحسنة ليس إلا إمكانيات. المستشفيات الحكومية ما فيها حاجة، معاملة حسنة من أطباء إنسانيين بدون كلام حلو، بدون كلام دزاج، وعلى تحرمونا له بالرسوم العالية. المستشفى الحكومي ما فيه حاجة عشان أنت تقعد تزيد فيه الرسوم، ما فيه حاجة. أي حاجة قاعد تجيب المريض، أي حاجة من الحقنة للشاشة للبيتول لأي حاجة بيدفع المريض، حتى اللي بندفعه ده تزيده لنا 5 أضعاف. يعني لو كنت بتديني حاجه مجانا كان عملت لنا شنو؟ يعني انا عايز اقول انه للاسف الشديد قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، الحل بالتامين الصحي، الحل بالتامين الصحي. اي مواطن سوداني بيحمل هويه فيها رقم وطني مكتوب عليه اسمه حي وساكن وين وكده، ده يعتبر سوداني من حقه يستمتع بالخدمات الصحيه مجانا عبر التامين الصحي. الحكومه قروشها تدفع التامين الصحي، دفعناه نحن ليها في الضرائب وفي الضرائب المباشره والغير مباشره وفي
الرسوم والجبايات الاخرى تنعكس لنا على الصحه والتعليم. الكلام ده لا حاجه صعبه ولا حاجه مستحيله، لكن يا ريان للاسف الشديد كل المزورين الحكوميين الواحد فيهم بيكون معانا برا بيقول نفس كلامنا، لما يقعد في الكرسي انا ما اسمع الو، لما يقعد معانا في الكرسي بيتبلد يعني، بيجيب احساس انه يعني احنا ليه يعني ليه احنا نعاني؟ ليتين احنا نعاني يا ريان، ليتين احنا نعاني؟ دكتور ياسر انا بفتكر انه فرض رسوم زي دي في المؤسسات وفي المستشفيات وفي المراكز الحكوميه اللي ما فيها خدمات اصلا، انا بفتكر انه دي تاشيره للمؤسسات والمستشفيات والمراكز الخاصه انه يزيدوا رسومهم اكثر، من لانه على الاقل بيقدموا خدمات افضل، انه هم كمان حيزيدوا الرسوم اكثر من كده. نعم احنا ما قال لي اصلا في حكومي ما في حاجه، ما في حاجه في حكومي، وبعد قدر الحاجه اللي فيها دي قاعدين نتفق مش كثير جدا، زي ما قلت لك احنا بنجي عشان الكلمه الطيبه، لانه المعامله الحسنه لا تحتاج الامكانيات، تحتاج لك كلمه طيبه، بنقابل الدكاتره اللي شغالين في ظروف صعبه جدا جدا في المستشفيات الحكوميه، بنقابل انهم تعاون وبيساعدوا المريض وبيجمعوا شيرنج عشان يشتروا له الدواء ويشتروا له فحوصات ويعملوا له حاجات، بحث كله تزيد الرسوم دي انت فعلا ما في مغامرنا، لكن الاهم من الموضوع كله انه ولايه الخرطوم هي ولايه حق الجبايه، نحن بنطالب بانه المستشفيات الحكوميه، المستشفيات القوميه ترجع لوزاره الصحه الاتحاديه. الايلوله التي عملها النظام السابق لا تلزمنا، الايلوله التي عملها النظام السابق صعبت علينا حياتنا، الايلوله التي عملها النظام السابق هي محاباه للقطاع الخاص ولما في العلاج الداخلي، نحن لازم نقول الكلام ده ولازم نرفع صوتك. اخر احتفال لليوم العالمي لسلامه المريض كان شعاره ارفع صوتك لصحتك، لازم كلنا نرفع صوتنا لصحتنا، ولازم الحكومه تعرف انه المستهلك هو صاحب الموقف وهو صاحب الحق والمستهلك هو عنده القوه. احنا بندفع قروشنا يا ريان، بندفع قروشنا، حتى الكوره الحربونه اللي انا احضرها دي المستهلك بيدفع قروشه، نمضي قروشنا عندنا خليهم يعملوا اللعبه الشعبيه ويعملوا اي حاجه براهم ونمضي قروشنا عندنا، لكن لازم شديد الصحه خط احمر، لانه الصحه ما عندنا خيار ثاني. اكيد الصحه ما عندنا خيار، الصحه ما زي اي سلعه غلط احنا نخليها، الغالي متروك معمول لكل الخدمات ولكل الاسعار وكل السلع، لكن ليس الصحه، الصحه خط احمر زي ما قال محمد ابراهيم، ونحن لن ندع هذا الامر يمر هكذا. وهنالك قروش كثيره جدا جدا يمكن ان توظف للصحه عبر التامين الصحي، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا ولن نمل من ان نقوله مرارا وتكرارا حتى يتحقق. اكيد. شكرا دكتور ياسر مرغلين، شكرا جزيلا على اللهجه برضو الغيوره والحاده جدا في التعاطي مع موضوع حساس زي ده، بيمثل يعني خطوط حمراء صحه الانسان ما عليها اي مجايدات يعني، كمان تفرض رسوم وجبايات وتفاصيل زي ده، الموضوع بيكون صعب جدا. انا بتمنى الاعلام، الصحف، المؤثرين، الشخصيات المؤثره في الأسافير ترفض تماما قرار زي ده، ممكن يضر بالمواطن جدا وتتكاثر الأمراض، يعني الواحد لو عجز إنه يدفع مثلا ما حيظل مريض ما حيتعالج، فالمجتمع المرضى حيكونوا مرضى وحتزيد الأمراض بعدها بعده معدي وغيرها، فالموضوع صراحة صعب شديد، حتى تناوله صعب صعب للغاية. لما نتكلم في موضوع زي ده بندعم نفسيا والله العظيم. طيب نحن حنسمع تقريبا لحن ومن بعد نتواصل، ما تبقى لنا زمان كثير.